بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، ووفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا ظالما إلا رددته، ولا عاصيا إلا تبت عليه وعافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مسلما إلا حسنت خاتمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك يا واسع المغفرة. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وأقربائنا وآبائنا وأمهاتنا وأحبابنا وآل بيت نبينا ومشايخنا وعلمائنا وذرياتهم وسائر المسلمين يا رب العالمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، من كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، وهذه السنة 11 في هذا الكتاب. يعني بدأناه من 11 رمضان، ولا دي السنة كام؟ دي السنة الثامنة، لكن 11 هنا لينا في المقطع، يعني ده رمضان 11 لينا من أول ما سكننا المقطع. أول 3 سنين كنا بنكمل الحكم العطائية في رمضان، خلصنا الحكم العطائية دخلنا بهجة النفوس، يبقى ده السنة الثامنة في هذا الكتاب المبارك، لأن لا نفتحه إلا في رمضان وفي التراويح فقط، ثم نغلقه ونفتحه في العام الذي يليه، فإن ربنا يسره علينا إن شاء الله. الحديث 69، حديث الرؤية في تعذيب العصاة، وكنا قرأنا هذا الحديث مرتين قبل ذلك، ووقفنا على تعليق المصنف في قوله: والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. فيه دليل لأهل السنة الذين يقولون إن أفعال العبد كسب له وخلق لربه، يؤخذ ذلك من قول علمه الله القرآن، فأضاف حقيقة التعليم إليه عز وجل، وإن كان العبد قد تسبب فيه بالدرس والاجتهاد. معلوم أنه عند الأشاعرة وهم أهل السنة والجماعة أن العبد ينسب إليه أفعاله اكتسابا لا خلقا وإيجادا، فالذي يخلق الأفعال هو الله، فالله سبحانه وتعالى يخلق الأفعال على يد العبد كويس وعلى جوارحه، فتنسب الأفعال إلى العبد فعلا واكتسابا وإلى الله خلقا وإيجادا. وهذه القضية يصعب تصورها، يعني وإحنا طلبة صغيرين كنا نقعد ندرس مع المشايخ عقيدة الأشاعرة، يجي في قضية الاكتساب دي والكسب، يقعد الشيخ يشرح وإحنا مبلمين مش عارفين، لحد ما ربنا ألهمني مثال حلو يحلها. إيه المثال ده بقى؟ أنت بتخلق ابنك، تخلق ابنك ولا اللي بيخلقه ربنا؟
اللي بيخلقه ربنا، لكن منسوب إليك، اسمه ابنك، صح ولا لا؟ أهو عملك زي ابنك، عملك زي ابنك بالظبط. العمل ينسب إليك فعلا واكتسابا، ولا ينسب إليك خلقا وإيجادا، فالله هو الذي يخلقه. فهمت بقى؟ آدي القضية. هدي لك مثال، أنت عشان تعمل عمل لابد أن تعزم عليه يدور في نفسك. النفس دي ايه؟ أنثى كأنها زوجة، واخد بالك ازاي؟ والعزم ذكر، فيحدث التزاوج بين العزم والنفس، فالنفس تحمل تولد العمل. فهمت حاجة؟ زي في الصورة في الايه، في الحس، زي في عالم الحس. انت عايز تبقى اب تعمل ايه؟ تدور على عروسة، ولا ينفع تبقى اب من غير عروسة؟ مش هينفع. والست برضو نفسها تبقى ام، تنفع تبقى ام لوحدها كده ولا لازم تتجوز تدور على العريس؟ فهمت؟ فكذلك النفس ليظهر في منها العمل لابد انها تبحث عن النية، عشان كده نية المرء خير من العمل، والنية عزم، والعزم قوة، والرجل له القوامة. فهمت؟ فالنفس يدور فيها الرغبة حتى يأتي العزم اللي هو يختار إحدى هذه الرغبات فيتزاوج مع النفس ليظهرها في الواقع، فيحصل إيه؟ يولد العمل في الخارج من تزاوج العزم مع النفس. فينسب العمل لك اكتسابا، ولا ينسب لك فعلا خلقا وإيجادا، زي ما ابنك بالضبط في الحس ينسب لك اكتسابا، يبقى ابنك ويورثك وما تعرفش تهرب منه، صح؟ وفي نفس الوقت انت ما خلقتوش. عشان كده ربنا قال لسيدنا نوح لما بيقول إنه ابني، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال إنه عمل غير صالح. أهو ده الآية دي هي اللي ألهمتني بالمثال، الآية دي هي اللي ألهمتني بالمثال، إن الابن كالعمل. فهمت بقى؟ الابن كالعمل ينسب للفاعل اكتسابا، ولا ينسب له خلقا وإيجادا. فهمت بقى المسألة؟ وفي قراءة تانية إنه عامل غير صالح، دي قراءة تانية، إنه عامل غير صالح، في قراءتين يعني، إنه عمل غير صالح وإنه عامل غير صالح، دي قراءتين. يبقى قضية الاكتساب عند الأشاعرة اتحلت بالمثال ده، فيقول لك إن الأعمال تنسب للعبد فعلا واكتسابا، وتنسب إلى الله خلقا وإيجادا، والله خلقكم وما تعملون. فهمت بقى؟ والله خلقكم وما تعملون، لأنه لا خالق إلا الله. المعتزلة ما عرفوش إيه المعنى ده، فقال لك لا، ده العبد هو الذي يخلق أفعاله، مشيوا مع القدرية في المسألة دي، قال لك العبد يخلق أفعاله، وطالما يخلق أفعاله يبقى مسؤول عن أفعاله، يسأل يوم القيامة. نقول لهم ربنا اللي خلقها، يقول لك طب ما لو ربنا خلقها يسألنا ليه ويعاقبنا ليه؟ ما هو هيسألك برضو لو انت وضعت ايه ماءك في امرأة بغير عقد شرعي، يبقى ماء زنا، هيسألك زنا. فهم؟ فكذلك لو عملك لا يصلح هيسألك، لأن ربنا بيسألك على النية وعلى الاكتساب، لا يسألك على الخلق والإيجاد. اللي بيخلق هو الله، لكن يسألك. أدي معنى كلام النبي، نية المرء خير من عمل، نية المرء خير من عمل. فهمت بقى الحكاية؟ سيدي الرغبة يعني من النفس، منشأها من النفس، والنفس تطلع فيها شوية الرغبات، يجي العقل بمقتضى الشرع يختار من الرغبات ما يوافق الشرع، لأن ده عقل مؤمن، واخد بالك؟ فيروح قارنه بالنية الجازمة ويخرج في الظاهر.
إنما العقل الغير متشرع يختار الرغبة على وفق مراد النفس لا على وفق مراد الشارع. فهمت بقى المسألة؟ يبقى ادي العلاقة بين العقل والنفس، إن العقل مناطه التكليف، النفس تبقى فيها رغبات كتيرة، يقوم يجي العقل اللي فهم الشرع يختار منها ما يوافق الشرع. فهمت بقى ازاي؟ ويظهره فيه، فكلما اختار ربنا اظهره عليه في الخارج. يبقى عشان كده انت هتسأل على اختيارك، ربك هيسألك على ايه؟ على اختيارك. فهمت الحكاية؟ ادي معنى كلام الشيخ، رجل علمه الله القرآن، طب ما هو اللي عشان يتعلم القرآن ده راح للشيخ وقعد يحافظ ويحفظ وينسى ويراجع، يعني اكتسب. لكن في الحقيقة ربنا هو الذي ايه علمه القرآن على الحقيقة خلقا وإيجادا، أما هو سعيه لاكتساب القرآن ده فعل واكتساب. فهمت بقى؟ عشان كده النبي قال الكلام ده، رجل علمه الله القرآن، ما قالش ايه علم نفسه القرآن، لو هو اللي بيخلق افعاله يقول لك علم نفسه القرآن، لا، ده هو كل الحكاية عليه السعي بس، يروح للشيخ ويقعد يسمع ويراجع ويحفظ ويصلي باللي حفظه حتى لا ينساه، يوم ربنا يثيبه على هذه الأشياء التي خلقها على جوارحه. واضح؟ لأنه اختار إنه بدل ما يروح القهوة أو النادي أو يلعب في الشارع أو يعتصم في ميدان رابعة أو التحرير، إنه يروح للشيخ يحفظ. فاختياره ده وسعيه ده هو ده اللي إيه هيثاب عليه أو يعاقب عليه، والله يكتب ما قدموا وآثارهم، آثارهم يعني خطواتهم، وكل شيء أحصيناه إيه في إمام مبين. آدي الحكاية، آدي كلام الشيخ. ما تشاءون أي لا يكون لك اختيار إلا أن شاء الله أن يكون لك اختيار، فالله خلقك في صورة لك مشيئة. آدي معنى وما تشاءون أي لا يكون لكم مشيئة إلا أن يشاء الله أن تشاءوا، آدي المعنى. فهمت بقى؟ فالحكاية سهلة، يضل من يشاء الضلالة ويهدي من يشاء الهداية، يعني من اختار الهداية وفقه الله، ومن اختار الضلالة أضله الله، لأن ربنا كريم بيدي لكل واحد اللي هو عايزه. أنت لما تروح للكريم وعايز منه حاجة، الكريم هيديك اللي أنت عايزه، تقول له عايز ضلال خد ضلال، عايز هداية خد هداية، عايز صحبة خير يعرفك الصالحين، عايز صحبة غواية يعرفك الضلالية وشلة الأنس والعكنان، ويلاقي الموبايل بتاعك كل تليفونات الناس الفاسدة هو اللي انت مسجلهم، لأن انت اخترت الفساد. ولما تبقى انت راجل صالح تلاقي الموبايل بتاعك كل التليفونات اللي عندك بتاع الناس الطيبين، لأن انت اخترتهم. فهمت بقى؟ فزي ما تختار ربنا بيديك لأنه كريم. فهمت؟ انت بتأنس بالمعصية يخلق لك أهل معاصي ويعرفك بيهم عشان تأنس بيهم سبحانه وتعالى، لأنه ودود يتودد لأهل المعاصي بأن يوفقهم لمرادهم، ويتودد لأهل الطاعات أن يوفقهم لمرادهم. فهمت بقى يا أستاذ؟ فهمت الحكاية؟ فإحنا مختارين مش مجبورين، وربنا بيدينا اختيارنا وهيسألنا على اختيارنا. وعلشان كده وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني قالوا إيه؟ تعللوا بالإجبار، ده ربنا هو اللي أجبرنا. اللي بيتعلل بالإجبار مين؟ ده المشركين الكفار، أهل الطاعة عمرهم ما يتعللوا بالإجبار. تملي اللي يقول لك أنا مجبور ومش عارف إيه بيبقى ضلالي، لكن عمر من المؤمنين قالوا كده. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم، برضو ماشيين بننهج الكذابين بتاع كل عصر، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى أتاهم بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، عندكم دليل قاطع إن كنتم مجبورين، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لأجبركم وهداكم أجمعين.
هذه الحجة البالغة. يعني وجود الكافر ووجود هذا السؤال دليل الاختيار. لكن لو أراد الله أن لا يكون لك اختيار ما خلقك تعصاه، لأن الله لا يحب الكفر والمعاصي. فكون في كفر وفي معاصي دليل وجود الاختيار، وعشان كده ربنا سماها الحجة البالغة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، أي أجبركم، ولكن لما أنتم مش مهديين أجمعين وفي منكم كافر ومنكم مؤمن دل على أنكم مختارين. فهمت القضية؟ فوجود الكافر والمعصية والشيطان ده دليل الاختيار، لأن الله بيقول وإن تكفروا إن تشكروا يرضه لكم ولا يرضى لعباده الكفر. وربنا لا يحب الفواحش، لكن في فواحش ناتجة عن الاختيار، ده ناتجة عن وجود الاختيار. وعشان طالما ليك اختيار تبقى هتسأل، واخد بالك؟ هتسأل لأنك بتختار. ليه اخترت كده؟ اتحمل مسؤولية اختيارك. تعال هنا، وربنا خلقك في صورة تختار، وما تشاءون أي ما تختارون ولا يكن لكم إرادة واختيار إلا أن يشاء الله أن تشاء. فهمت؟ فهو خلقك على هيئة لك اختيار، ثم بعد ذلك سألك عن اختيارك بعدما أعطاك عقلا وفوق العقل وحيا ونبوة. فهمت بقى؟ إدك عقل تميز ووحي ونبوة تضبطه بالعقل، ثم نفس تسول وتطلب وشيطان يسول في النفوس، وبعدين جعل هذا كله تحت وفق سيطرة العقل الذي هو مسيطر بالوحي اللي هو منط التكليف. فتتم العملية دي كلها، تقعد انت تنقي بقى من الرغبات اللي موجودة جوه النفس، فتلاقي دي رغبة تعرض على الكتاب والسنة، دي حرام اخرس يا نفسي مش هعملها لانك راجل طائع. تلاقي ايه الرغبة دي على وفق الشرع، ما فيش مانع يا نفسي يلا نعمل، بس مش دلوقتي لما الوقت يناسب. فهمت بقى؟ وهكذا يروح ضابط كل حاجة. وعلشان كده اذا زال العقل زال التكليف فلا سؤال في يوم ايه خلاص، لانه زال معه الاختيار. لما يزول العقل يزول معه الاختيار والقدرة على التمييز. فهمت؟ عشان كده رفع القلم عن ايه، عن المجنون حتى يفيق. فهمت الحكاية القصة؟ عرفت بقى قضية الاكتساب عند الأشاعرة؟ وتملي يقول لك إيه؟ يقول لك وهي أغمض من قضية الاكتساب عند الأشاعرة، كأن قضية الاكتساب دي غامضة جدا. أبد مش غامضة. أنت دلوقتي حسيت إنها غامضة؟ فهمتها؟ سهلة؟ كل حاجة؟ ما فيش غموض. واضحة خالص وعايشينها ليل نهار. لكن هي غموضها مش بختار، يعني ليه ما أقدر وغالي؟ يعني في إحنا ربنا سابقا عارف هتختار ايه، ده بسبق علمه، لكن خلقك في صورة عند اختيارك لا يجبرك على الاختيار. فهمت بقى ازاي؟ خلقك في صورة انت في كمال الحرية عند الاختيار، لكن لقهر الله واتساع علمه وعلم كشفه فهو يعلم ما تختار مسبقا. وعلشان كده بعد وقوع الذنب لك ان تتحجج بالقدر، لكن قبل وقوع الذنب لا تتحجج بالقدر، لان انت ما تعرفش وربنا مقدره عليك ولا لا. عشان كده سيدنا ادم لما اكل من الشجره وقابله سيدنا موسى، قام سيدنا موسى قال له ايه، انت بقى ابونا ادم اللي كلت من الشجره وخرجتنا من الجنه. قام قال ايه سيدنا ادم، رد عليه قال اتعيرني بامر كتبه الله علي قبل ان يخلقني. فالرسول يعلق بعد الحوار ده يقول ايه، فحج ادم وموسى، فحج ادم وموسى، يعني ايه؟ يعني اقام عليه الحج. ليه؟ لانه هنا تحجج بالقدر. امتى ابونا ادم؟ بعد ظهور المعصيه عليه. فهمت بقى ازاي؟ بعد ظهور المعصيه ليك تتحج. معلش، عشان كده ابليس لما راح لربه بيقول له انت يا الله الا تعلم اني لا اسجد لادم مسبقا، فلما خلقتني وأمرتني ففعلت وفق علمك فعاقبتني. طب ما أنا عملت وفق علمك، ليه بتعاقبني؟ هو مجادل إبليس.
أم ربنا سأله قال له عندما أمرتك بالسجود هل كنت تعلم أني قدرت عليك ألا تسجد؟ قال لا. قال إذن عاقبتك. فهمت بقى الحكاية؟ يعني أنت دلوقتي مطلوب منك في عبادة الوقت أنك تطيع ربك. دلوقتي أنت دلوقتي اخترت أنك تعصي، هيسألك هل أنت تعرف أنك أنت قبل ما تختار كده كنت هتختار كده ومكتوب كده عند الله؟ ما كنتش تعرف، لكن انت اخترت وفق ايه؟ وفق اختيارك، لا وفق علم الله، وفق اختيارك. فليه ما اخترت انت المعصية؟ ليه ما اخترت المعصية؟ فلا تتحجج بعلمي، انت كنت لا تعلم علمي، انت فقط خلقتك على هيئة تميز. وهذا امر، والامر جاء من الله، والله واجب الطاعة، فلما تتحجج بعلمي وأنت لا تعلمه؟ فهمت بقى؟ وعلشان كده لا تتحجج بعلم الله في المستقبل. فهمت بقى ازاي؟ لكن ممكن انك انت تعتذر لله بعلمه فيما مضى، تعتذر لله بس مجرد اعتذار، لا مجرد إقامة حجة على فكرة، ده مجرد اعتذار فقط، وربنا سبحانه وتعالى يعديها لك لانه يعلم ضعفك. فهمت بقى المساله؟ سيدنا ادم يعني نفس الفجر لا، سيدنا ادم لما عصى في السوره استغفر وتاب وندم، ابليس مش عايز وبيجادل لسه، يبقى ازاي بقى ادم زي ابليس؟ ابليس قال انا خير منه وخلقتني من نار وخلقته من طين، فرفض ورد الأمر على الله وجادل ربنا. لكن آدم أول ما ظهرت المعصية عملها وهو ناسي، أولا مش متعمد. إبليس عصى وهو متعمد، عالم بالأمر وعامد وذاكر، لكن آدم أكل من الشجرة ناسيا، ولما تذكر استغفر وأناب، يبقى فوق بون شاسع بينه وبين إبليس. خدت بالك؟ التاني فعلها عامدا متعمدا ولم يندم على فعلها وجادل بعدما فعلها وظهرت عليه ولم يستغفر، لكن سيدنا آدم فعلها ناسيا ولم يكن عامدا، ولما تذكر استغفر وتاب وأناب وندم فقبله الله. هذه الحكاية. فهمت بقى الفرق؟ فرق كبير. يعني ايه ده؟ بمقتضى علمه بقى، بمقتضى علمه سبحانه وتعالى، ده القبضة دي بمقتضى علمه، لا بمقتضى انه هو هيجبرهم على اختياراته، ده مقتضى علمه بلا اجبار. فالحكاية قضية سهلة، وانت نفسها بتشعر بنفسك بيك لوحدك، انت بتسمع الاذان واخد بالك ازاي، وممكن تقوم تتوضى وتنزل تصلي، وممكن لا تتوضى ولا تصلي وتقعد في البيت تتنبل، وممكن تنزل تدخل سينما، وممكن تقعد على القهوة. حد بيجبرك يعمل لك حاجة؟ يعني مش حاسس من جواك كده انك تختار تعمل اي حاجة؟ فجاي بتجادل ايه بقى؟ بتجادل على ايه وانت عايش الاختيار؟ فهمت؟ انت عايش الاختيار جواك، واضح؟ فدي كلها جدال لا يجادل فيه الا مين؟ الا اللي عندهم ضلال. لكن اهل الطاعه هتلاقي ما عندوش الحكايه دي، هو على طول عنده نوازع نفسيه يختار الطاعه ويعملها، يختار الطاعه ويعملها وما يتحججش، واول ما تقع منه معصيه بسبب نزغ من الشيطان يتوب ويستغفر ويندم ويقول يا رب مش هعمل كده تاني وخلاص، ويعيش كده في الامان. انما ابليس مجادل لدرجه ان لما راح لسيدنا موسى ابليس بيقول له ما تشفع لي عند ربك كده، يمكن تتحل الإشكال وسوء التفاهم اللي بيني وبين ربنا. فأم موسى قال له يا رب إبليس عايز أخد فرصة تانية، قال له بسيطة، هو عارف قبر آدم، يروح فق عند قبر آدم يسجد وأنا هغفر له. كويس؟ أم سيدنا موسى قال ده فرصة حلوة جميلة، رايح بقى لإبليس يقول له البشرة، هو شايف حاجة سهلة، إيه يعني أروح أسجد وخلاص وربنا يرضى عني؟ فقال للإبليس
قال له بقى ما سجدتلوش وهو حي، هسجد له وهو ميت؟ يا عم بلاش، يبقى هو من اهل الضلال بقى، ده هو معاش عايز ياخد الفرصة. فاهم؟ ها؟ ده الكافر، ولو ردوا لعادوا لمنوع عنه على مقتضى علم الله فيهم. الخلاصة ان لا يظلم ربك احدا. والذي رأيته، فهنا بيقول ايه؟ فيه دليل لأهل السنة الذين يقولون إن أفعال العبد كسب له وخلق لربه، يؤخذ ذلك من قوله علمه الله القرآن، فأضاف حقيقة التعليم إليه عز وجل، وإن كان العبد قد تسبب فيه بالدرس والاجتهاد. وهنا بحث، وهو كيف يقع العذاب على ترك القيام بالليل وهو من جملة المندوبات، والمندوب لا يعذب عليه تاركه. دي غريبة، ده قيام الليل ده أصلا سنة، وده بيشدخ رأسه عشان كان بينام على القرآن، حاجة غريبة. طب هيعاقبه على مندوب؟ فهمت؟ ادي السؤال. فالجواب أن يقول قد اختلف العلماء في وجوب قيام الليل، فمنهم من قال بوجوبه، والذي قال بوجوبه قال هو قدر فواق ناقة، أي قدر ما تحلى بالناقة. فعلى هذا القول فالحديث له فيه دليل، فلا بحث على هذا الوجه. على وجه من قال أن قيام الليل واجب وأن أدنى قيام الليل ركعتين، يبقى ما فيهوش بحث، خلاص عرفت. لكن البحث الثاني أن الجمهور على أن مش واجب حتى ولو بقدر ركعتين، ومنهم من قال أنه مندوبهم الجمهور، وعلى هذا يقع البحث والجواب عنه من وجهين. أحدهما لما كان يعذب على غير الكبائر أتبعتها الصغائر، لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئتكم، فدل أنه إن لم يجتنب الكبائر يعذب على الجميع وليس ترك مندوب. متفق عليه كمندوب مختلف في فرضيته أو ندبيته، فبهذا تلحقه بالصغائر وإن كان عند الأكثر مندوبا، من أجل خلاف بعض العلماء في وجوبه كما تقدم. والوجه الآخر هو أنه قد جاء أن العبد ينظر يوم القيامة في صلاته، فإن أتي بها فحسن وإن كانت ناقصة، قال الله تعالى انظروا إلى عمل عبدي إن كان له نوافل أكمل منها صلاته. ومثل ذلك في كل الأعمال، إذا لم يكملها وله نافلة من جنسها جبرت منها فضلا من الله ورحمة. فلما ترك هذا قيام الليل الذي يجبر به ما ضيعه من صلاة نهاره عذب عليه لكونه لم يفعل ما يجبر فرضه، فيكون تسميته بالعذاب ليس من أجل نفسه، وإنما هو من أجل ما نقصه من فرضه ولم يفعل ما يجبره به. فالعذاب في الحقيقة إنما هو على ما نقص من فرضه. وقد قال جل جلاله إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى مقيلة، وهذا الوجه والأظهر والله أعلم. هو بيقول لك إن الإنسان لابد أن تكون له نوع نوافل من جنس الفرائض. لماذا؟ لأن هذه النوافل تجبر الخلل في الفرائض، فلو لم يكن له أي نوافل حيجيله الخلل في الفرائض ولا يجد من يجبره فيعذب. فهمت بقى إزاي؟ آدي الوجه اللي هو بيجده أظهر له. فده لما ترك النوافل عذب ليه؟ لأن الإنسان مجبول على أن يكون ناقص العبادة بسبب ضعف البشر. فالنبي سن لنا نوافل من جنس كل فريضة حتى نجبر نقص هذه الفريضة. فلما ترك النوافل بالكلية صارت فرائضه ناقصة ولا تجد ما يجبرها، فعذب من أجل ذلك، لا من أجل تركه النافلة لذات النافلة، بل لأجل ترك ما يجبر نقص الفرض. فهمت المعنى؟ والله تعالى أعلى وأعلم. لكن أنا أفهم منه معنى تاني، إنه هو عذب من أجل المجموع. قال لك نام عنه بالليل وإيه؟ ولم يعمل به في النهار، فهو عوقب من أجل المجموع. فهمت بقى؟ ده أنا رأي أنا، هو ما قالوش الشيخ هنا، بس أنا اللي أنا اقتنع به، وإن كان رأي الشيخ وجيه برضو اللي أنا شرحته لك. لكن في رأي آخر إنه هو عذب من أجل مجموع التقصير مع بعض، إنه نام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار فصار حجة عليه لا حجة له، فعوقب من أجل مخالفته لما تعلمه لا من أجل تركه قيام الليل. فهمت بقى إزاي؟ لأن بمجموع الاثنين
لا بمنفردة إحدى المنفرد، لكن لو كانت حتى كان بيقيم به في الليل ولا يعمل به في النهار كان هيعاقب برضه، لأن العبرة بالسلوك بعد كده. فالعبرة الأصلا أنه يعمل بمقتضاه، فهو بيعاقب لأنه لم يعمل بمقتضاه، وفوق عدم العمل بمقتضاه أنه نام عنه بالليل حتى لا يذكر نفسه بإيه؟ بما كان يحفظه لعله ينتهي. فهمت بقى المسألة؟ فالحكاية كده واضحة. لا شك ان قيام الليل فيه نوع تدبر ونوع توفيق في النهار، ان الانسان لما يواظب على قيام الليل ولو ركعتين بعد العشاء ويمشي كده طول عمره في سبب لانه يكون من اهل التوفيق بالنهار. ولذا استحب العلماء كثرة النوافل من جميع انواع المفروضات من اجل ما يتوقع من نقص الفرد. وقد يحتمل ان يكون المراد بقوله نام عنه بالليل انه ترك صلاة الليل، فيكون اللفظ عاما والمراد به الخصوص، لكن بشرط ألا يكون نومه غلبة، فإنه إذا غلبه النوم كان معذورا لقوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقت لها. لكن هذا الشرط لا يسوغ أن يشترط إلا إن كان هذا الحديث الذي نحن بسبيله بعد حديث الرخصة في النوم عن الصلاة، وهو حديث الوادي، وإن كان قبله فهو على العموم كان النوم بغلبة أو غيرها. والانفصال عنه من ثلاث أوجه كما ذكرنا، وأظهرها الثاني منها والله أعلم اللي هو بيجبر الفرائض يعني. واحتمل وجها رابعا وهو أن يكون كن عن تضييع عمل النهار بقول لم يعمل فيه بالنهار، وكن عن ترك العمل في الليل بالنوم لأنه أبلغ في الترك، وقوله والذي رأيته في الثقب فهم الزناة. هو الوجه الرابع بيقول ايه؟ ان دي كناية عن انه هو نام عنه بالليل، يعني لم يعمل بمقتضى بالليل ولم يعمل بمقتضى بالنهار، يعني خالف مقتضى اوامر القرآن ليلا ونهارا. فهم؟ فده الوجه الرابع يعني في التفسير، نام عنه بالليل يعني لم يعمل بمقتضاه، واضح؟ كما انه خالف ذلك ليلا نهارا، فده وجه الرابع. وقول والذي رأيته في الثقب فهم الزناة قد تقدم الكلام عليهم وبقي في بحث، وهو لما كان العذاب لمن تقدم ذكرهم في بعض الجوارح دون بعض، وللزناة في البدن كله، يعني اللي يتكلم بالكذب يعذب في شدقه وفمه، مش كده برضه؟ والراجل اللي هو نام عن الصلاة وهو عاقل بالشرع الشريف فعقله لم يحكم نزواته ولا رغباته، فصار يعصى ربه بالرغم انه هو عاقل مكلف والعقل محله الدماغ، فبقى ايه يتضرب في دماغه. فهمت ازاي؟ ادي المسألة. والراجل اللي بياكل من الربا بياكل بفمه فياخد يلقم في حجر ويعاقب منفردا، وده يعاقب منفردا وده منفردا، لكن الزنا يعاقبه جماعة ويعاقبه في كل بدنه. فهمت؟ ادي السؤال. طب اشمعنى بقى في الزنا؟ فالجواب لما كان من تقدم ذكرهم معصيتهم بعضو دون عضو كان العذاب كذلك، ولما كان الزنا يتلذذ به جميع البدن كان العذاب لجميع البدن. ولوجه آخر أيضا لأنه من أكبر الكبائر، لأنه قد جاء إنه لا يهتز العرش إلا لنطفة مني حرام أو قطرة دم حرام، وقد يكون لمجموعهما وهو الأظهر والله أعلم. والذي رأيته في النهر آكل الربا قد تقدم الكلام عليه أيضا، لكن بقي هنا بحث، وهو كون المساق واحدا ومن محتملاته الحقيقة والمجاز، فلما سكت عنهما هل اختصارا أو ليس؟ فالجواب إن قلنا أن الكل تمثيلات فالحكم واحد ويكون سكوته اختصارا، وإن قلنا أن الكل وما فعل بهم حقيقة فالمتقدم ذكرهم ما عدا الزنا وأصحاب الربا قد يكون يفعل بهم ما قدر عليه من العذاب وهم في قبورهم، وأن هذين المذكورين يكونان مثلهم مثل آل فرعون لعظم ما أتوا به، وقد قال تعالى في آل فرعون النار يعرضون علي غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، والقدرة صالحة، فيكون سكوته على هذا الوجه مستدعيا للفكرة والاعتبار. نفس الكلام، قال هل ده تمثيل ولا حقيقة؟ فإن كان تمثيل تحتمل، وإذا كان حقيقة تحتمل، والقدرة قادرة على أنها تبقى الاثنين. نفس الكلام ده قاله قبل كده. ثم قال
والشيخ في أصل الشجرة. نقف هنا نكمل بقى بكرة إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم. وبعدين سر القدر لا تشغل نفسك فيه كثيرا، اللي هو إيه علاقة علم الله القديم بما يظهر على جوارحي من اختياراتي المختلفة؟ إيه العلاقة؟ طب وليه خلقني بقى؟ فهمت إزاي؟ ما هو ممكن تقعد بقى يقعد يسأل واحد وفات، فده اسمه سر القدر. فإذا وصلت إلى هذا فأمسك واشتغل في طاعة مولاك حتى لا يدخل لك مذهب إبليسي يجعلك تنكر الشرائع. فهمت بقى إزاي؟ فتمسك وتقوم تصلي التراويح عندنا في مسجد الأشراف. ليه بقى؟ عشان ما بيش عندك فرصة تفكر في الكلام الفارغ ده. على طول خلصنا ركعة السلام عليكم الله أكبر، السلام عليكم الله أكبر، وبعدين خلص الفجر قرب الحق تصلي الفجر، وبعدين خلص الفجر تنام مغمى عليك، مفيش فرق. فهمت بقى الطريقة؟